السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد على ريد ديفيجن 2. بهذا الفيديو راح نبين اللي هو بائعين هذا الاسبوع والبائع السري. خلينا نشوف ونبدي بي هو البائع الاول اللي هو بالدارك زون الساوث اللي هي الجنوبية، ونشوف شنو الشغلات الموجودة عنده. طبعا كل الشغلات الموجودة عنده ضعيفة، اذا ممكن تحتاجون اللي هو التالنت اللي موجود بالشنطة، اللي هو هذا التالنت تسحبوه وتحطوه بالطاولة عندكم. والشغلة الثانية اللي ممكن تشتروها من هذا البايع اللي هو الصدر اللي هو الهارد واير، إذا ما عندكم اللي هو قطع الهارد واير حتى تصنعوها تقدرون تشترون هذا البيست. باقي الشغلات ما أعتقد أن تستاهل أحد يشتريها، ضعيفة كلش. خلينا نروح على البايع اللي هو الثاني بالدارك زون اللي هي دارك زون الايست اللي هي الشرقية، ونشوف شنو عنده. طبعا بالنسبة للبايع السري راح احط لكم باخر الفيديو اللي هو اماكن الاشخاص اللي يتوزعون باللعبة. هذول الاشخاص بعد ما تكلموهم راح يطلع لكم اللي هو مكان البايع السري بالخريطة، راح يكون قريب على المنطقة اللي كلمتوا فيها هذول الاشخاص. طبعا هذول الاشخاص راح يختلفون عند كل لاعب، طبعا اماكنهم يختلفون. مثلا الاسبوع اللي راح انا طلع لي بهذا المكان، حصلته لما واحد تكلمت اللي هم الاشخاص وانطوني البايع السري بهذا المكان. ممكن انتم ما تحصلوه بهذا المكان حسب توزيع بالخريطة، مثل ما حابينكم اياها باخر فيديو ممكن تحصلوه بهذا المكان يكون متوزع. بالنسبة للبايع اللي هو الشرقي اللي هو الايست للدارك زون، خلينا نشوف شنو عنده. عنده شغلتين ممكن تشتروها الناس اللي ما عندهم هذول القطع، اللي هو الايسز ممكن تشترون هذه القطعة، اللي ما عنده قطع الايسز، اللي ما عنده كومبوننت او اللي هو ماتيريال حتى يصنع الايسز ممكن تشترون هذه القطعة حتى تدبرون نفسكم بيها. ممكن تشترون هذه القطعة اللي هلا حتى تدبرون نفسكم بيها لحد ما تحصلون وحدة حتى تحصلون هازارد بروتكشن للاشخاص اللي ما عندهم. اما باقي الشغلات ما اعتقد تستاهل احد يشتريها، شغلات ضعيفة كلش. بالنسبة للبايع الغربي بالدارك زون اللي بهذا المكان بالضبط، موجود عنده اللي هي قطعة الهارد واير اللي هي الركبة للأشخاص اللي ما عندهم اللي هو ماتيريالز وما قدرون يصنعون اللي هو ركبة الهارد واير، يقدرون يشترون هذه الركبة بس يغيرون اللي هو الهيد شوت إلى أي شيء إلكترونيات إذا كانت ست إفكت أو سكول دامج. هاي بالنسبة لبايعين الدارك زون. خلينا نروح نشوف بايع الكلان. بالنسبة للبايع الكلان اللي تحصلوه ب البيت الأبيض، خلينا نشوف شنو عنده. طبعا عنده شغلات حلوة للناس اللي ما عندهم هذول القطع. بالنسبة للشغلة الأولى اللي هو قفاز اللي يدعم ال SMG اللي يعطيكم بزيادة 10% SMG، قفاز كلش حلو. ممكن انه ترفعون اللي هو الوبن دامج اللي هو ضرر السلاح وتخلون الباقي مثل ما هو اللي بيستت افكت للاشخاص اللي مسوين بلداتهم يكون بيها تأثير. هاي القطعة راح تفيدكم اللي ما عنده. الشغلة الثانية اللي هي الشنطة الاسترايكر اللي ما عنده مثل هاي الشنطة يقدر يشتريها حاليا. الشغلة الثالثة اللي هو قفاز الهارد واير، اللي ما عنده قفاز هارد واير او ما عنده ماتيريال حتى يصنع قفاز هارد واير. الشغلة الرابعة اللي هي التشيست اللي هو الصدر او الصدرية الدلمة، اللي ما عنده صدرية او يستخدم صدرية ومحتاج صدرية يقدر يشتري هذا الصدرية لا بأس بيها، ممكن تغيرون الهيلث الى فرصة او ضرر. بالنسبة للأسلحة اللي موجودة ممكن تسحبون التالنتات، مثلا هذا التالنت اللي هو اللوكي شوت ممكن تستخدموه وتسحبوه وتحطوه بالطاولة. بالنسبة لأسلحة الرايفل، القطعة اللي بعدها اللي هي قفاز الأسوت رايفل يعطيكم 10% أسوت رايفل، قطعة لا بأس بيها للأشخاص اللي ما عندهم قفاز اللي هو الأسوت رايفل، ممكن ترفعون بيها الأوبن دامج اللي هو ضرر السلاح، راح تفيدكم هذه القطعة للأشخاص اللي ما عندهم. القطعة اللي بعدها اللي هي 511 للأشخاص اللي يلعبون هازارد بروتكشن يستخدمون ثلاث قطع
اللي ما عندهم، اللي هو الهوليستر أو الجراب 511. القطعة اللي بعدها اللي هو تشيست السيسكا، اللي هو صدر السيسكا، ممكن تسحبون من عنده اللي هو التالنت اللي هو الامبريكابل وتحطوها بالطاولة. أما الشغلات الثانية نوعا ما ضعيفة، ممكن تشترون هذا المود إذا ما عندكم السكيل هايست 9.9، بس هو ضعيف. ممكن تستخدمون هذا المود اللي هو 7.3% لكن ضعيف. الأشخاص اللي ما عندهم هذول القطع ممكن تشترون هذول القطع. خلينا نروح نشوف البائع السري ونشوف شنو القطع اللي موجودة عنده اللي قاعد يبيعها. طبعا الشخص اللي كلمته تقريبا بهذا المكان وفتح لي مثل ما تشوفون اللي هو البائع السري. خلينا نروح نشوف شنو عنده من قطع اللي قاعد يبيعها. وأجيناكم اللي هو البائع السري اللي هو عندي بهذا المكان بالضبط. خلينا نشوف شنو عنده البائع السري. الشغلة الأولى الموجودة عنده اللي هو سلاح اللي هو البانشي، طبعا هذا جاي ببيرفكت اللي هي التالنت مالته. تقدرون تشترون هذا السلاح، اللي ما عنده أقوى من هذا السلاح تقدرون تشتروه وتستخدموه هذا السلاح. الشغلة الثانية اللي موجودة اللي هي كمامة الجيلا اللي بيها سكانر بولس هايست. اللي ما عنده هذه القطعة ويستخدمها يقدر يشتري هذه القطعة. الشغلة الثالثة اللي يبيعها اللي هو البائع السري اللي هو السلاح اللي هو الاف 2000 اللي هو هذه النسخة، نسخة الشيلد. اللي ما عنده هذه القطعة يقدر يشتريها ويستخدمها. طبعا التنت مالتها جاية اللي هي بيرفكت. القطعة اللي وعدها اللي هي شنطة اللي هي تروباتريوت اللي هي المواطن الحق. اللي ما عنده قطعة أقوى من هذه يقدر يشتريها ويدبر نفسه بهذه القطعة ويستخدمها. القطعة اللي بعدها اللي هي الويفرن يقدر يشتري هذه القطعة ويستخدمها اللي ما عنده. وعندنا اللي هو قطعة اللي هو الأيسز، اللي ما عنده قطعة أيسز قفاز، قطعة لا بأس بيها تعتبر قوية نوعا ما، ممكن تغيرون الهيلث إلى هيد شوت وتستخدمون هذه القطعة اللي ما عنده هذه القطعة، أو ما عنده اللي هو الماتيريالز حتى تصنعون قطع الأيسز. القطعة اللي بعدها اللي تقدرون تشتروها اللي هي قطعة اللي هو الهارد واير اللي تقدرون تستخدموها مجرد ما تغيرون اللي هو Explosive Resistance اللي هو مقاومة الانفجارات وتغيروه إلى Skill Damage أو State Effect. اللي ما عنده اللي هو الماتيريالز حتى يصنع ركبة الهارد واير يقدر يشتري هذه الركبة ويعدل عليها. القطعة اللي بعدها اللي هي قطعة الدايركتيف. للأشخاص اللي ما عندهم قطعة الدايركتيف اللي هو الجراب ممكن تاخذون هذه القطعة وتستخدموها. القطعة اللي بعدها اللي هو كمامة الهارد واير. الأشخاص اللي ما عندهم قطعة الهارد واير وما عندهم ماتيريال حتى يصنعون كمامة الهارد واير مجرد ما تغيرون السكيل هايست إلى سكيل دامج أو ستيت افكت حسب ما تحبون. الأشخاص اللي ما عندهم ال ام جي قوي أو يكون أضعف من هذا ممكن تستخدمون هذا ال ام جي مجرد ما ترفعون اللي هو ال ام جي دامج وتستخدمه لحد ما تحصلون واحد أقوى من عنده. بالنسبة للشغلات الثانية ضعيفة نوعا ما، ما أعرف إذا أنتم تفيدكم هذه القطع بس هي تعتبر ضعيفة. هذا بالنسبة لبائعين هذا الأسبوع والبائع السري. إن شاء الله يكون نفعتكم هذا الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا مو مشترك، وفعل الجرس وشاركوا الفيديو كل أصدقائكم يلعبون ديفيجن. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.